السلام عليكم. السلام عليكم. أخوكم حسني الأستاذ أبو الوفا جاد علي عبد الله. عامل بحي الشرع عامل النظافة. أرجو من المواطنين ككل وأنا من أوله. نظافة ونحافظ على بلدنا كقيمة طيبة. وأرجو عشان يساعدونا كإحنا كعمال نظافة إن إحنا ما يرموناش تماما من الشبابيك والدنيا والدين. بقول لسيادتها أو سيادته بس إن الشباك عليا وقال لي اطلع خد بلدي فأنا هطلع. الله للأسف إحنا بنرميها على الناس لا ماشي، بنرميها على عربيات، بنرميها على دول. فنرجو من سيادتكم إن أنتوا تساعدونا رجاء إن إحنا معاكم وإحنا شغالين لكم لنظافة بلدنا. انا راجل موظف مش هقول لكم لا، انا راجل موظف دي شغلتي، بس ارجو من اي مواطن ان ما يرميش الزباله في الشارع، ارجو منه ينده لي وانا كعامل في الشارع نطلع اخدها منه. بلاش واحد يكون رامي يكون كده، بلاش واحد يكون ماشي يترمى عليه الكمامه، بلاش راجل شيخوخه الراجل كبير يترمى عليه الكمامه، رايح مشوار ورايح حاجه، الحاجات اللي بتحصل في بلدنا دي بلاش منها. ارجوكم 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 اصلحوني. السلام عليكم. سامع اللواء. الرجاء من اخوة المواطنون احترام الشخص نفسه، العامل نفسه. يعني في ناس ما بتعاملناش معاملة كبني ادمين. ان احنا عمال نظافة كاننا مش بني ادمين نهائي. والرجاء بردك ان هم ما يحطوا ازاز في الزباله يعرفونا بيه بردك عشان خاطر ايه؟ ما في ناس فينا بردك بتتعور وبتحصل لها امراض وحاجات زي كده. وارجو تصنيف الزباله بردك في اكياس لوحدها، كل شيء لوحده. وشكرا.